في خبر يعني مأساوي. في طفلة يمكن عمرها 6 سنين أو 8 سنين اسمها ريماس، خرجت تشتري عيش لوالدتها وتأخرت، تأخرت جدا. أهلها أو أسرتها قلقوا عليها جدا وبدأوا يدوروا عليها. في إحدى الجارات قالت إنها شافت، أو بنت جارتها، بنت جارتهم شافتها داخلة مع شخص في بيت مجاور أو عمارة مجاورة. اتضح إن هذا المجرم استدرج الطفلة وحاول الاعتداء عليها، ولما صرخت قام بقتلها، ذبحها. مش عارف طبعا، يعني هي مأساة فظيعة جدا. معايا خال الطفلة ريماس الأستاذ حامد نور. أستاذ حامد مساء الخير، ويعني البقاء لله في وفاة ريماس. مساء النور دكتور عمرو، البقاء والدوام لله. هل القصة اللي أنا يعني حكيتها دلوقتي باختصار هي كل اللي حصل؟ لا، هو يعني هو بص، يعني انت قلت بعض الحاجات صح وبعض الحاجات غلط. طيب، يعني بعض الحاجات الغلط احب اوجهها لحضرتك، يعني اتفضل. ان الطفله لم يتم اغتصابها، لم يتم ذبحها، هي واخده 3 طعنات، 3 طعنات، طعنه في الظهر، طعنه في الجنب الايسر، طعنه تحت السره. هو الاخبار قالت انه حاول الاعتداء عليها مش اغتصابها. حاول بالظبط، حاول الاعتداء عليها. طبعا، عشان انا سمعت بروباجندا كتير ان يعني. تمام، ان دي اعضاء وان دي مش عارف، انا ما بحبش كده يعني. طبعا هي برضو نص وشها الايسر كله ازرق، كدمات من كتر الضرب فيها. الاسوره من عند الشرايين، من عند كفه اليد الايمن، زرقاء بطريقه بشعه. زي ما قلت لحضرتك وبينت لحضرتك، هم 3 طعنات. 3 طعنات. طيب، هذا الشخص قبضوا عليه طبعا؟ طبعا الشخص من بعد الوقعه مفيش 10 دقائق كانت الشرطه، يعني انا بوجه اولا تحيه لكل رجال الشرطه، عنهم مدير امن الدقهليه، وعنهم محافظ الدقهليه الدكتور ايمن مختار، وبوجه كامل الشكر وكامل الاسف من اللي حصل لرجال الشرطة عندنا. تمام، وبوجه كامل الشكر بالأخص لمأمور مركز شرطة ديكرنس هيثم بيه حجي، والنائب مأمور مركز ديكرنس كريم بيه الشربيني، ولكل رجال المباحث، والنائب وليد فتحي فرعون، انه أبذل مجهود كبير ان جاب الدكتور هيثم، طب دكتور الطب الشرعي، لمشرحة مركز ومدينة ديكرنس، بدل ما كنا ناخد الطفلة ونروح المستشفى الدولي في المنصورة تتشرح هناك. نعم. ايه المعروف عن هذا الشخص المجرم يا استاذ؟ والله احنا ما نعرفوش يعني. انا جالي المكالمة وانا في القاهرة، ما كنتش موجود يعني. جالي المكالمة قبل ما يقولوا لي قتل، وما جالي المكالمة خطف، اللي هي اصلا ضايعة مش لاقينها. فبدأت اتحرك، بدأت وانا في نص الطريق قال لك ده اتقتلت. فكنت متابع الكلام بالتليفون لحد ما وصلت. بس لكن الشخص ده احنا لا بينه يعني ما فيش بيننا وبينه حاجه ولا نعرفه يعني. ولكن هو من اهل المنطقه ولا يعني من منطقه تانية؟ هو من منطقه تانية بس جاي هنا يعني، كان قاعد عند عمته يعني، عندي حتى اسمها ابو علم كده، وراح اجر الشقه اللي عمل فيها الجريمه البشعه من شهرين، منذ شهرين. وكان في طفله اسمها جنى، يعني ربنا يحميها لاهلها، هي اللي دلتنا وهي اللي قالت انا شايفاه معايا، شايفاه ماشي معاها مع شخص شكله وحش قوي، انا عارفه بيته. وهو حاول يكذب الطفله جنى، بس الطفله جنى حاولت انها تاثر على الموقف، قالت له لا، انت انت اللي عامل كده. فانا بطالب القصاص، بطالب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبطالب اي جهه من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية بالقصاص العاجل. من أول جلسة. بالتأكيد طبعا القانون هياخد مجراه مرة تانية. يعني بعزيك وبعزي الأسرة الأستاذ حامد نور خال طفلة
أعزب الله أجرك للناس. دكتور عمرو، وتشرفت جدا الله بحضرتك الله يخليك، وتشرفت بالمداخلة الجميلة دي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بالتأكيد يعني القانون لابد أن يأخذ مجراه في هذه الجريمة البشعة.